الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وحده لا شريك له جعل في تعاقب الأعياد عبرة لأولي الألباب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى طريق الحق والصواب. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه
حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فيا أيها المسلمون الكرام، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أيها المسلمون الكرام، هذا يوم عيد سعيد، هذا يوم تهليل وتعظيم وتكبير وتحميد وتمجيد، هذا يوم عيد الفطر المبارك، هذا يوم الجائزة يتسلمها المؤمن على عمله، على صيامه بالنهار وعلى قيامه بالليل. فعلينا أيها السادة الأكارم أن نتقي الله تعالى حق التقوى، وأن نراقب الله تعالى في السر والنجوى، عملاً بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونبينا المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام لما قدم المدينة المنورة وجدهم يلعبون فيها في يومين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما يومين في الإسلام، الفطر والأضحى. هنيئاً لنا أيها المسلمون على صيامنا وعلى قيامنا. ولذا ورد عن النبي المصطفى والرسول المجتبى ومن نعطر أفواهنا بالصلاة عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عيد الفطر المبارك وقفت الملائكة على أفواه الطرق ينادوا على المسلمين أن اغدوا إلى رب كريم يثيب الخير ويعطي عليه الجديل، فإذا صفوا أقدامهم للصلاة، وفي رواية: فإذا برزوا إلى مصلاهم نادى الله تبارك وتعالى على ملائكته: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. فيقول سبحانه تبارك وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي عنهم ومغفرتي لهم. ثم ينادي مولانا أن انصرفوا راشدين إلى رحالكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فهذا يوم الجائزة. أيها المسلمون الكرام، ما أجمل العيد لو كان الحب فيه بين الناس متبادلا، ولو كان المعروف فيه بيننا سائدا. ليس يهنأ بالعيد من تجمل بالجديد وقلبه على أخيه المسلم أسود. ليس يهنأ بالعيد من يريد أن يعدل عن الطريق الأحمد. ولذلك فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتح لنا الباب وبين لنا الطريق حتى نعاهد الله عز وجل معاهدة الأخيار الأبرار أن نظل على طاعته وأن نسير في عبادته كما كنا في رمضان. ولعل هذا هو الذي دعا المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام أن ينادي في أواخر أيام رمضان قائلاً صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان
ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. أيها المسلمون الكرام، الاتحاد قوة، ولعل هذا الوصف هو الذي وصف الله تعالى به هذه الأمة، وصفها في القرآن بذلك، ينادي علينا مولانا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فما أجمل لو اتحد الجميع على هدف واحد، وما أجمل لو تكاتف الجميع في سبيل بناء هذا الوطن، لا سيما وأنه يعاد بناؤه من جديد. وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام، فما نراه من جرائم الخطف والقتل وسفك الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء وقطع الطرق والسكك وقطع المرافق العامة على الناس، أمر يتعارض تماماً مع ما أراده الله عز وجل ومع ما دل عليه نبينا. يا من تعطر لسانك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن مولانا جل جلاله في القرآن نادى وأمر، فقال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونادى علينا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة وأتم السلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى عليكم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فما أجمل العيد وقد اتحد الجميع على هدف سواء، على هدف يسير في إطار الشريعة الغراء، على هدف لا يتعارض مع ما كان عليه نبينا. يا أحباب المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القدوة الحسنة والأسوة الطيبة، لا سيما في هذا اليوم، في يوم عيد الفطر المبارك. فلقد حث نبينا عليه الصلاة وأتم السلام على رعاية الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، بل أمر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلا: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وهذا الذي نادى به نبينا صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة أمره إرساء لمبدأ التكافل في الإسلام. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له بقية الأعضاء بالسهر والحمى. وفي حديث آخر: كما تعلمون أيها السادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعلينا أن نعلم جميعا أن ديننا دين فرح، أن ديننا دين فرح، ف
فينبغي أن نفرح لا سيما بالأعياد، لكن في حدود ما أمر به الشارع الحكيم، وعملاً بقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، علينا أن نسير على هدي القرآن الكريم وعلى خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عملاً بقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. واعلموا أن هناك جملةً من الآداب أمر بها مولانا وأمر بها نبينا عليه الصلاة وأتم السلام على ممر الأيام وفي طوال العام، لكنها من باب الأمر الأكيد في أيام العيد. فعلينا جميعا أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن نكون من واصل الأرحام ومن المحسنين إلى الجيران، ممن يتعاملون مع الناس معاملة كريمة، وممن يتخلقون بأخلاق حميدة، عملاً بقول رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واعلموا جميعاً رحمكم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صغركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاتقوا الله عباد الله، وداوموا على طاعة الله، وأكثروا من ذكره عز وجل، واشكروه سبحانه أن بلغنا رمضان وأن أحيانا على الطاعة في رمضان، عسى أن يتقبل الله تعالى منا. إني داع فأمنوا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في عافية وفي أحسن حال. اللهم انشر علينا من الأمن والأمان ومن السلم والسلام، واجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين.
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ووسع أرزاقنا ويسر أحوالنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح وفلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.